اوكي يا جماعه، سعدنا مساكم لليوم. راح نكمل زي ما بتعرفوا سكشن 4.1 واللي هو بيحكي لنا كان عن اللوكال ماكسيموم واللوكال مينيموم. زي ما حكيت امبارح، كان خلينا نحكي السكشن هذا مقسوم لنصفين. الاول انه بيحكي كيف انا اعالج او كيف انا اقدر اوجد اللوكال ماكسيموم واللوكال مينيموم او الابسوليوت كمان، من ناحيه خلينا نحكي هندسيه، يعني انا اعطيك الكيرف للفانكشن وبناء على هذا الكيرف انت تقدر تحدد هذول القيم. الناحية الثانية هي اللي كانت الناحية الجبرية، وهذا هو موضوعنا لليوم، تمام؟ يعني هذا هو الإشي اللي رح نعمل إحنا خلال اليوم إن شاء الله. شو أول إشي بحكي لنا إياه هذا الدرس يعني، أو شو أول إشي رح نبلش فيه لليوم؟ كالتالي: If f has a local maximum or minimum and x equals c, then f prime less c equals 0 or does not exist. شو معنى هذا الحكي؟ يعني إذا أنت في عندك لهالفانكشن هاد قيمة عظمى محلية أو صغرى محلية، تمام؟ and x equals c، إذن لازم f prime للسي تكون بتساوي صفر أو إيش؟ أو does not exist، تمام؟ يعني مستحيل تلاقي قيمة لهال f نقدر نحكي عنها local maximum أو minimum وما تكونش f prime لهاي النقطة بتساوي صفر أو تكون does not exist، مستحيل. يعني والله مثلا تيجي تحكي لي إن f prime لنقطة معينة c بتساوي واحد وهذا السي هي عبارة عن local maximum أو minimum، مستحيل تماما، تمام؟ هذه هي الفكرة من هذا الحكي. لو رح نرجع شوي للرسمات اللي رسمناهم امبارح، بتلاقوا بالفعل انه كل النقاط، خلينا نحكي اللي حكينا عنها ابسوليوت ماكسيموم او مينيموم او ايفر، يعني من هاي الامور يعني حتى اللوكلز كمان، كانوا بالفعل يا اما انه تكون اف برايم للسي عندهم بتساوي صفر او does not exist. ليش انا ما اقدر احكي هذا الاشي وانا عارف شو معناه؟ لانه هلا بدي اسالكم، شو معنى انه اف برايم لرقم معين بتساوي صفر؟ شو تعلمنا هذا الحكي من قبل؟ شو معناه؟ المعمار صوره بيبقى بيساوي صفر. شو هو؟ فوقي. ايوه بالضبط، في بكون عندي هوريزونتال، بالضبط بيكون في عندي هوريزونتال تانجنت. فمثلا زي هاي النقطه اللي هون، لو نجي نحكي انها هاي عباره عن ابسوليوت مينيمم، صح؟ هاي هون لو حاجه ارسم بهذا الخط بتلاقوا بالفعل انه هذا الخط اللي هون هو عباره عن هوريزونتال تانجنت. اي رسمه ثانيه قبليها بتلاقوا بالفعل انه هذا كمان هو عباره عن هوريزونتال تانجنت لهي النقطه. هاي مثلا النقطه عباره عن does not exist لان هي جايه على طرف الفتره، بالمثل هاي النقطة هي عبارة عن does not exist point، تمام؟ فبالتالي يا جماعة بالفعل أنا اللي عندي يعني كل الرسمات اللي احنا حكيناها من قبل اللي هو امبارح بالفعل، يعني local maximum minimum absolute maximum أو minimum، كان بيكون في عندي f prime لهي النقطة 0 من ناحية هندسية، الهوريزونتال tangent بيكون موجود عند هاي النقطة، أو تكون does not exist سواء لأي سبب من أسباب does not exist اللي حكيناها من قبل، تمام؟ يعني انه شو يعني does not exist، يعني شو يعني المشتقة does not exist، يعني المشتقة بس مش موجودة. شو يعني المشتقة مش موجودة او امتى هذا الحكي بصير؟ احدى الحالات انه لما يكون مثلا الفانكشن اللي انا عندي مش continuous عند هاي النقطة. حالة تانية كانت لما يكون في عندي corner عند نقطة معينة. حالة تالتة كانت هي لما يكون عند هاي النقطة vertical tangent، تمام؟ هدول الحالات اللي كلهم اخذناها من قبل ب 2.8 بتذكر، بعطوني ايش؟ انه امتى هذا الفانكشن بيكون does not exist عند نقطة معينة. اوكي، لازم بالتالي يا جماعه هلا كون احنا عم نحكي من ناحيه جبريه، اذا انا هلا بدي اطبق هذا الحكي برضه من ناحيه جبريه. شو يعني من ناحيه جبريه؟ معناها انا هلا عشان اقدر اشوف اذا هاي لوكال ماكسيمم او مينيمم، لازم شو اروح اعمل؟ لازم اروح اشتق واساوي هاي المشتقه بالصفر واشوف ايش هي النقاط اللي بتكون هاي المشتقه عندها بتساوي صفر. هل الفكره هيك بالضبط؟ هات لنشوف. في عندنا هلا هون ديفينيشن كثير كثير مهم بحكي لنا عن مفهوم انتم بتعرفوه واللي هو عباره عن النقاط الحرجه. شو بحكي لي هون؟ x equals c is called a critical number of f of x إذا إيش؟ إذا أول شيء هاي السي بتنت من الدومين تاع ال f، وتاني شغلة إن f prime للc equals 0 أو f prime للc does not exist، تمام؟ يعني أنا بحكي عن نقطة إنها نقطة حرجة أو عن عدد إنه عدد حرج اللي هي الكريتيكال نمبر أو كريتيكال بوينت ممكن نسميها لفانكشن معين بحالتين، بدي بس شرطين يتحققوا، تمام؟ بس بدي شرطين يتحققوا. الاول انه هاي النقطه او هذا الرقم يكون بنت من الدومين، بديش رقم مش بنت ما بنتش الدومين، لا لازم يكون هذا الرقم بنت من الدومين، هي واحده. ثاني شغله والاهم انه تكون اف برايم للس سي ايكوال صفر او اف برايم للس سي داز نوت اكزيست. هذا الحكي بخليني اقدر اجزم انه الاكس ايكوال سي از ا كريتيكال نمبر اور نوت، تمام؟ هل هي كريتيكال نمبر او لا، تمام؟ اوكي، اذا يا جماعه شو بنستنتج؟ شوفوا هاي شو بتحكي لكم. If f has a local maximum or minimum at x equals c, إذن f prime للc equals 0 أو does not exist. هاي يا جماعة بناء على هذا الحكي اللي هون، إنه إذا أنا في عندي local maximum or minimum غصبا عنها لازم تكون f prime للc equals 0 أو does not exist. وبنفس الوقت
هذا التعريف انه تكون اف برايم للسي ايكوال 0 او داز نوت اكزيست هو تعريف ايش؟ هو تعريف لكريتيكال بوينت. من هذول التنتين يا جماعه بقدر استنتج كالتالي، انه اي قيمه اذا كانت لوكال ماكسيمم او مينيمم هي لازم تكون كريتيكال بوينت، تمام؟ كل قيمه هي عباره عن لوكال ماكسيمم او مينيمم لازم كمان تكون عباره عن كريتيكال بوينت، لكن مش كل كريتيكال بوينت بالضروره تكون لوكال ماكسيمم او مينيمم، تمام؟ وهلا برضه اوضح هاي الشغله اكثر شوي. وهذا هون اللي بتحكي لنا اياها هاي النوت، خلينا نحكي، او هاي النظريه ممكن تسموها، مش مشكله، انه انا اذا انا في عندي هذا الفانكشن لوكال ماكسيمم او مينيمم عند نقطه سي، معناها هاي السي لازم تكون كريتيكال بوينت او كريتيكال نمبر، تمام؟ ليش هاي السي لازم تكون كريتيكال نمبر؟ لانه احنا حكينا شو يعني انه اف هاز لوكال ماكسيمم او مينيمم عند طبعا السي، انه اف اوف سي، عفوا اف برايم للسي بدها تساوي زيرو او does not exist. لكن هذا التعريف شو يعني انه شو هي النقطه اللي بتكون اف برايم للسي عندها زيرو او does not exist؟ هذا التعريف هو تعريف الكريتيكال نمبر. لهيك يا جماعه بنقدر نحكي انه زي ما حكيت من شوي كل لوكال ماكسيمم او مينيمم هي عباره عن كريتيكال، لكن العكس مش بالضروره يكون صح، مش شرط كل الكريتيكال نمبرز اللي انا عندي يكون عباره عن لوكال ماكسيمم او لوكال مينيمم. تمام. هلا في عندنا طريقه معينه لنمشي فيها. فعليا يا جماعه اللي بيهمني اكثر من اللوكال هو الابسوليوت. زي ما حكينا مثلا بالمثال تاع امبارح، انه انا والله بيهمني مثلا مين اطول شخص بهاي القاعه او بهاي بهذا الزوم او بهذا الميتنج بغض النظر، او مثلا مين اقصر شخص، تمام؟ انا والله مثلا بيهمني هالمصنع قديش اكبر قدر مثلا ممكن من الطاقه خلينا نحكي تنفق يعني يبذله او ينفذه خلال مثلا يوم معين او خلال 5-6 ساعات او 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 كل الامور هاي، او مثلا قديش اقل تكلفه ممكنه لاني اشتري مثلا غرض غرضين ثلاثه من اكثر مثلا من شركه او من اكثر من مكان. احنا هون دائما بهمنا يا جماعه الاكثر والاقل. اذا انا مثلا عم بحكي عن تكلفه فانا بهمني اقل تكلفه ممكنه اني ادفعها، صح؟ اذا انا عم بحكي عن ربح فانا مثلا بدي اكبر ربح ممكن لإلي. فبالتالي اللي بهمنا بالحياه الواقعيه هو عباره عن الابسوليوت، تمام؟ بتهمنا كلمه ابسوليوت بشكل كتير كبير. فبالتالي انا دائما بحاول ادور على الابسوليوت ماكسيمم والابسوليوت مينيمم لاي فانكشن. وليش هذا الحكي انا بحكيه وبضمن الحياه معه؟ لانه فعليا حياتنا يا جماعه كل شيء فيها بقدر اني احوله بالنهايه لفانكشن، تمام؟ او بقدر احوله لمعادله، او بقدر احوله لسمثينج انا بقدر اني اشتغل عليه شوي بزياده. فبالتالي كان بقدر احول لكل شيء لمعادله، وهي المعادله بقدر اني اوجد لها ماكسيمم او مينيمم، وبالذات ابسوليوت ماكسيمم او ابسوليوت مينيمم. فبالتالي صرت بقدر استفيد من الرياضيات هون بالحياه، وهذا هون احد التطبيقات اللي احنا بنحكي عنها دائما. فبالتالي يا جماعه الطريقه هلا والهدف تاعي ان اشوف كيف بقدر اوجد الابسوليوت ماكسيمم هدول والابسوليوت مينيمم. هذا هلا التفكير تاعنا. احنا بنعرف انه الابسوليوت ماكسيمم والابسوليوت مينيمم مرتبطين ارتباط كثير كبير بالكلوزد انترفال، صح؟ هذا الحكي حكيناه المره الماضيه، انه اذا انا في عندي فانكشن معين هالفانكشن كونتينيوس على فتره مغلقه مثلا من A ل B، ساعتها غصبا عنا لازم يكون في ابسوليوت مينيمم ولازم يكون في عندي ابسوليوت ماكسيمم. هذا الشيء اللي اكدت لي اياه نظريه واشتغلنا كثير منيح عليه بالمحاضره السابقه. طيب كون انا في اكيد يعني بكون في عندي على اكيد ابسوليوت مينيمم ابسوليوت ماكسيمم من ناحيه كيرفز ومن ناحيه جيومتري وهيك، خلص اشتغلنا وخلصنا. طب هلا كيف بدنا نمشي فيها من ناحيه جبريه؟ رح نمشي كالتالي. عشان اقدر اوجد الابسوليوت ماكسيمم او مينيمم لفانكشن معين، هذا الفانكشن معرف على الفتره المغلقه من الاي للبي، هو فعليا رح يكون كونتينيوس عليها. اول شيء بوجد القيم للاف at the critical numbers. شو يعني اني اوجد القيم للاف at the critical numbers؟ يعني شو هاي الخطوه معناها؟ ان انا بدي اوجد اف برايم للاكس واساويه بالصفر، تمام؟ بدي اوجد اف برايم للاكس واساويه بالصفر واشوف ايش هي قيم الاكس اللي بتحقق لي هاي المعادله. بمعنى اخر، ايش هي قيم الاكس اللي بتخلي الاف برايم يساوي صفر؟ طبعا بس هون لاحظوا انه على الفتره على الفتره المفتوحه من A ل B، تمام؟ انا الكريتيكال بوينتس بشوفهم على الفتره المفتوحه من A ل B، لانه لما انا عم بقول لك اف برايم للاكس ايكوال صفر، انا بس بيهمني على الفتره المفتوحه. الاي والبي كون انا عم بحكي عن المشتقه رح تكون عندهم does not exist، دائما الاطراف بيكون عندهم does not exist، الفانكشن بيكونش ديفرنشبل عندهم. فبالتالي انا هون بكون مهتم اشوف اف برايم للاكس تساوي صفر او does not exist، تمام؟ هذول هم الشغلتين. ثاني شغله بدي اوجد القيم للاف at the end points، تمام؟ بدي اوجد قيمه الاف عند الاند بوينتس. شنو عند الاند بوينتس؟ اللي هم عند اطراف الفترات اللي هم هون الاي والبي، يعني اللي هي عباره عن اف الاي واف البي، بدي اوجدهم. ليش حكينا يا جماعه ليش انا مهتم باف الاي واف البي؟ لانه الاي والبي هم النقاط اللي بتكون هاي الفانكشن او احدى النقاط يعني اللي بتكون does not exist عندها.
الكريتيكال بوينتس زي ما حكينا من شوي، اما اف برايم للاكس ايكوال 0 او داز نوت اكزيست. الاي والبي هي احداها. فلهون انا عم بقول لكم اوجد الصوره او القيمه لهدول الاند بوينتس. هلا اخر شغله بنشوف شو اكبر قيمه من بين كل هاي القيم اللي احنا حسبناها، بتكون هي عباره عن الابسولوت ماكسيمم، وشو اصغر قيمه من كل هاي القيم اللي احنا حسبناها بتكون عباره عن الابسولوت مينيمم. تمام، هذه هي طريقه تاعتنا. قبل ما اسالكم اذا فاهمين او لا، لانه ما اعتقدش، خلوني احل لكم مثال بس شوي شوي نشوف اذا بالفعل فهمتوا اللي حكيته هون او لا. فهلا هون اول اكزامبل عندنا كالتالي: find absolute maximum و minimum طبعا of the following if exist. هاي هون of the following if exist. يعني هلا هدف اني ادور على الابسوليت ماكسيمم والابسوليت مينيمم لمين؟ لهدول الفانكشنز اللي راح اعطيكم اياهم اذا هم موجودات. تمام؟ فاول واحد هو عباره عن اف الاكس بيساوي اكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع زائد 1 اون سالب نص للاربعه. اوكي يا جماعه، هل احنا شو اللي بدنا نشوفه او شو اللي بدنا نعرفه؟ اول شيء انا هذا المثال بدي اطبق عليه نص حرفي هاي الطريقه اللي هي the closed interval method. تمام، فخلونا نمشي شوي شوي. اول شيء حكينا من المحاضره السابقه برضه الثيور اللي حكيناها، اذا انا عندي function which is continuous على فتره مغلقه اكيد راح يكون عندي absolute minimum absolute maximum. السؤال لكم، هل هذا الفانكشن continuous على الفتره المغلقه من سالب نص لاربعه ولا لا؟ متصل. ليش؟ هو احكوا ليش؟ كثير حدود ومتصل على R، والفترة اللي عندنا هي جزء من R. بالضبط، محتوى من R أو جزء من R. برافو يا ويام. أوكي، فبالتالي إذا صح 100% هذا الفانكشن بولينوميال كونتينيوس على كل R، أكيد حيكون كونتينيوس على جزء من R. ممتاز. إذا بناء على الثيرم اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة لازم نلاقي لهذا الفانكشن أبسوليوت مينيمم أبسوليوت ماكسيمم. طيب أنا هلأ هذا الفانكشن ما بديش أرسمه، X تكعيب ناقص 3 X تربيع زائد 1 معقد، لشو أروح أرسمه بعديها أشوف الأبسوليوت مينيمم أو ماكسيمم؟ لا، خلونا نشوف هلا من ناحيه جبريه كيف رح نشتغل. من ناحيه جبريه يا جماعه يلا find the values of f at the critical numbers in AB. بده يعني اوجد قيمه الاف للكريتيكال نمبرز بالفتره المفتوحه من الA للB. طيب عشان انا اقدر اوجد الصور للارقام اللي انا عندي هدول للكريتيكال نمبرز لازم اصلا بالبدايه اكون عارف ايش هي الكريتيكال نمبرز. تمام، يعني انا بدي اوجد الايمج او الصوره لكل كريتيكال نمبر. طب ايش هو الكريتيكال نمبر اساسا؟ يعني ايش هم الكريتيكال نمبرز اللي انا عندي عشان اقدر اوجدهم؟ عندنا شيء كثير بسيط، ان اف برايم تكون عباره عن زيرو او تكون عباره عن ايش؟ does not exist. فهلا هات نشوف اول وحده اللي هي انه تكون اف برايم للاكس بدها تساوي صفر. طيب انا بدي اف برايم للاكس تساوي صفر، قديش اف برايم يا جماعه؟ هو عباره عن 3 3x تربيع ناقص 6x. برافو، بتساوي 6. شو يعني؟ اوكي، كيف بدكم تحلوا هلا هاي المعادله؟ بدكم اياها من الاكس. ناخذ 3x عامل 3x عامل مشترك. هاي 3x عامل مشترك وبعدين x ناقص 2. برافو، بتساوي 0. اذا ايش القيم؟ x تساوي 0 و x تساوي 2. x تساوي 0 و x تساوي 2. هاي القيم يا جماعه موجوده بالفتره اللي انا عندي صح؟ الفترة اللي احنا عندنا من سالب نص لأربعة، هل هاي القيم اللي احنا هون عندنا موجودة ولا لا؟ موجودة. موجودة. هلا هدول ايش؟ هم عبارة عن اف برايم يكون بيساوي صفر. هلا الحالة الثانية هي هون الكريتيكال نحكي نمبر، هي هون الكريتيكال نمبرز. أول شيء إنه اف برايم للإكس لتساوي صفر بدنا نوجدهم، أو إنه القيم اللي بيكون عندها does not exist. هلا هدول اللي بساوي صفر هاي طلعوا معنا الزيرو والتنين. هلا does not exist فعليا خلال هاي الفتره المفتوحه من سالب نص للاربعه فيش عندي ولا اي قيمه بحيث انه هذا الفانكشن يكون does not exist عندها، لانه هذا الفانكشن بولينوميال والبولينوميال قابل للاشقاق على كل القيم. تمام، فبالتالي على الفتره المفتوحه ما فيش عندي ولا اي نقطه بحيث انه هذا الفانكشن مش قابل للاشقاق عندها. لكن انهم من النقاط اللي احنا متفقين انه هذا الفانكشن مش حيكون قابل للاشقاق عندهم
هم عبارة عن الأطراف. أطراف. الانبوتس. فإذن هلا قبل ما نكمل بس شوي صغيرة. شوفوا هون شو كانت النقطة الأولى. Find the values of f at the critical numbers in AB. إحنا أوجدنا الـ critical number بس ما أوجدناش الـ value of f. شو يعني الـ value of f؟ معناها أنا مثلا بدي f الصفر. أنا مثلا بدي f الاثنين. تمام؟ فهاتوا هلا نشوف قديش f الصفر يا جماعة وقديش f الاثنين. هلا f الصفر يا جماعة أكيد هي عبارة عن صفر ضرب أو عفوا 3 ضرب صفر تربيع ناقص 6 ضرب صفر. صح؟ هيك الصفر ولا واحد. جاوبوني. واحد. ليش واحد؟ وين عوضته؟ عوضنا بالأصلية. أيوة بالضبط. تنسوش أنا هلأ هون أنا بأخذ F prime بسوي بالصفر لحتى أوجد هاي قيم X. لكن متى أوجدت قيم X هاي وين بروح بعوضها؟ بالفونكشن الأصلي. أنا بقول لك بدي the values of F مش the values of F prime. تمام؟ فرق. فبالتالي أنا بدي هلأ القيم أو بدي الصور لهاي القيم اللي هي X equal 0 و X equal 2 بس بالنسبة ل F. لازم بدي بالضبط F0 F2. F0 كانت 1 و F2 يا جماعة نحسب أنا وياكم مع بعض 8 ناقص 3 ضرب 4 زائد 1. 3 ضرب 4 12. 8 ناقص 12 سالب 4 زائد 1 سالب 3. إذا أنا مغلطتش سالب 3. هاي يا جماعة عند هون كل إشي حليته عند هون هو أول خطوة. هذا كلياته هو أول خطوة. الخطوة الثانية شو كان يحكي لي؟ Find the values of f at the endpoints. بدي أوجد برضو صورة يعني صورة أو الإيمج يعني للإندبوينتس. طب شو الإندبوينتس اللي أنا عندي؟ سالب نص والأربعة. إذا هلأ هنا شو بدنا؟ بدنا f السالب نص وبدنا كمان f الأربعة. يلا هاتوا لنشوف f السالب نص شو بدها تكون بتساوي؟ هاي على هذا الفونكشن. هاي عبارة عن سالب 8 اللي هي عبارة عن سالب نص تكعيب ناقص 3 ضرب سالب نص تربيع يعني 3 على 4 زائد 1. تمام. هلأ كيف نحل هلأ هاي يا جماعة؟ يلا قداش هلأ هذا المقدار بيساوي؟ نضرب هاي مثلا باثنين وهاي باثنين بتصير سالب 1 ناقص 1 على 8 سالب 6 على 8 وهنا زائد 1 قداش يا 1 على 8 1 على 8 أوكي. بس هون إذا هيك خليني أكون دقيق بس حسابات 2 ضرب 3 6 سالب أوكي سوري هاي سالب 7 برافو. إذن 1 على 8 أوكي هون 1 على 8 F الأربعة شو بضل إلها؟ عوض بشرفك. تمام نار 4 تكعيب 64 هاي هون 64 ناقص 4 تربيع جمع 16 48 زائد 1 قداش يطلع يا شادن؟ 17 17. طيب هاي هون يا جماعة عند هاي الخطوة اللي هي عبارة عن الثانية صورة الـ endpoints. الخطوة الثالثة والأخيرة برجع لكم عليها إنه the largest value from 1 and 2 يعني the largest value من الصور اللي حسبناها للـ critical numbers أو للـ endpoints أكبر واحدة فيهم هي عبارة عن الـ absolute maximum أقل واحدة فيهم هي عبارة عن الـ absolute minimum. بسيط الموضوع. نيجي نسألكم هلأ إيش هي أكبر قيمة من بين هدول؟ الواحد السالب 3 التمن 17 17. ايش اصغر قيمه؟ سالب 3 سالب 3 سالب 3 بكل تاكيد. اوكي اذا هلا شوفوا شو بنحكي بنكتب هلا بهاي الصيغه. اذا شوفوا كيف اف الأربعة هيها اف الأربعة هاي اللي هي بتساوي 17 از ابسوليوت ماكسيمم. تمام. هاي القيمه هي عباره عن اكبر قيمه موجوده عندنا او بطريقه ثانيه كيف نقدر نحكيها هاي هون اذا بدكم اور انه F absolute maximum at x تساوي 4. برافو. F has an absolute maximum at x equal 4. ممتاز. بنفس الطريقة بالضبط يا جماعة بدنا نحكي على السالب 3. يلا نكتب الصيغتين تاني مرة. إنه F has an absolute بس الفرق هلأ هون أنا عندي minimum at x equal سالب 3. أو سوري مش at x equal سالب 3 هي هون أنا غلطت يا جماعة. شايفين هون مش سالب 3 هي 2 عند x equal 2 هي ال x وهي f ال x. أو إنه f 2 اللي بتساوي سالب 3 is an absolute minimum. minimum. حدا يا جماعة في عنده أي سؤال لعند هون؟
لا سهلة أكيد يا جماعة، على الكل واضح عنده الأمور ولا لا؟ كيف حلنا السؤال؟ أوكي نأخذ مثال تاني. المثال بحكي لك اللي هو f الx بيساوي ln الx on 0 2 مفتوحة من عند الزيرو طبعا، مغلقة من عند التنين. مفتوح من عند الزيرو أكيد كلكم تعرفوا ليش، لأنه مش موجود في الدومين أساسا. طيب هاتوا نحل هلا هذا السؤال. أول سؤال إلي يا جماعة هو كالتالي، إنه هذا فانكشن أنا عندي اللي هو عبارة عن ln الx كونتينيوس على فترة، لكن هل هالفترة هاي مغلقة اللي أنا عندي من 0 ل2 هيك بهالشكل؟ لا لا أكيد لا. فإذا بالتالي هل لا. شرط ضروري إني ألاقي أبسولوت مينيمم أو ماكسيمم؟ لا لا مش شرط، مش شرط. لا. ممكن ألاقي ممكن ما ألاقيش. تمام هاتوا نحل ونشوف. عشان نقدر نعرف رح نمشي برضه على نفس الطريقة اللي حكينا عنها من شوي. أوجد F برايم أساوي هال F برايم بالزيرو، أوجد الصور للكريتيكال نمبرز وأوجد الصور للإند بوينتس، وبالتالي أشوف أني أكبر قيمة فيهم أعطيها الأبسوليوت ماكسيمم وأشوف أني أصغر قيمة فيهم أعطيها الأبسوليوت مينيمم. تفضل يا شادر حابة تحل تفضلي. يلا أول خطوة نشتاق F الإكس F برايم للإكس، شو بدها تساوي يا شادر؟ واحد على إكس، واحد على إكس لا تساوي صفر. ايش هو؟ اه طبعا بحيث انه الاكس لا تساوي صفر، هي اساسا انه صفر مش موجود عندنا بالدومين. اوكي انا شو اللي بدي اياه هلا ان اف برايم للاكس بدها تساوي صفر صح؟ شو يعني واحد على اكس تكون بتساوي صفر؟ هل هذا الحكي ممكن؟ يعني ايش هي القيم اللي بتخلي لي اياها صفر؟ ايش هو؟ مستحيل. لا مستحيل طبعا مستحيل. اذا انا عندي بسط على مقام، هذا البسط على المقام رح يكون بيساوي صفر. حكينا من قبل كيف بحالة انه البسط صفر والمقام مش صفر. طيب البسط هو عبارة عن الواحد، الواحد يساوي صفر، هذا الحكي مستحيل لأي قيمة بدك إياها. فإذا بالتالي F برايم للX لا تساوي صفر لكل X تنتمي من 0 إلى 2. طيب إذا F برايم للX ما بيساويش صفر لكل X تنتمي من 0 إلى 2 خلص فيش عندنا critical points. شو رأيكم؟ لا هلا لازم نبحث على الاطراف. ايوه بالضبط، في عندي لسه الاطراف نعود. حكينا الكريتيكالز هم عباره عن اف برايم للاكس بتساوي صفر او يكون داز نوت اكزيست، واحنا حكينا انه الاند بوينتس هم دائما عندهم داز نوت اكزيست، فبالتالي على الاقل في عندي كريتيكال بوينت واحده اللي هي عباره عن التنين. ولا في عندي تنتين، شو رايكم؟ الزيرو كريتيكال بوينت هون؟ لا لا واحده. لا قطعا لا، لان الزيرو اصلا مش داخل بالفتره. انا هون عندي الفتره المفتوحه من 0 ل 2، هذا الزيرو كونه هون الفتره عنده مفتوحه فهو مش داخل، لازم بس التنين عندي اللي هي الاند بوينت. فاذا هاي هون عباره عن اند بوينت. طيب هاتنا نشوف قديش اف التنين، كون اف التنين هاي هون طبعا اكس ايكوال 2 يا جماعه عشان الكل يكون فاهم، از كريتيكال بوينت. تمام هلا اف التنين هي انا بس بدي اعوضها، شو بتساوي لين التنين؟ لين التنين هي عباره عن قيمه بغض النظر ايش هي، هي عبارة عن قيمة بغض النظر إيش هي. طيب هلا F التنين هاي هل رح أقدر أحكم أنا إنه إذا هي أبسوليوت مينيمم أو ماكسيمم؟ كيف بقدر أعرف؟ شو بالرسم. رأيك؟ أيوة بالضبط. تفضلي أوكي بالضبط. هون مستحيل أقدر أحكم يا جماعة على هاي إلا من ناحية الرسم، يعني أنا فيش عندي غير قيمة واحدة. طب شو أقارنها؟ يعني قبل شوي طلع معي 3-4 قيم قارنتهم ببعض، قدرت ألاقي قيمة كتير كبيرة وقدرت ألاقي قيمة كتير صغيرة، أو هي أكبر وأصغر قيمة بيناتهم، لكن هون فيش عندي غير هالقيمة. طب شو بدي أقارنها؟ فبالتالي هون مستحيل يقدر إشي يفيدني غير إني بالفعل أرسم هاي الرسمة اللي هي لين الإكس ما بين الفترة من 0 إلى 2. فبالتالي نرسم رسمة كتير صغيرة وبسيطة هون إلها بهالشكل، بس نظبطها أكتر شوي maybe هيك. أوكي وهي هون هيك مثلا، إحنا شو حكينا اللي هي لين الإكس من 0 لا التنين، فبالتالي أنا هون بكون عندي طالع هيك وبهالشكل صحيح؟ بحيث طبعا إنه هاي نعتبر إنه هي التنين وهاي عبارة عن لين التنين وهذا هو عبارة عن لين الإكس، وهي هون نبلش من عند الزيرو، هاي الفترة اللي هي من زيرو لتنين، هاي هي رسمة لين الإكس خلال هاي الفترة. بناء على هاي الرسمة هل أنتوا هلأ صورتوا بتقدروا تحكموا إذا كانها أبسوليوت مينيمم أو ماكسيمم ولا لسه؟
بنقدر ماكسيمم بالضبط. اكيد بنقدر هلا من ناحيه الرسم انه نحكم، وبالتالي هلا هاي بتكون اكيد ابسوليوت ماكسيمم بالنسبه لهي. اذا هلا هي هون اف 2 is an absolute maximum of f of x equal ln x. طبعا هون بصير تكتب f 2 اللي هي بتساوي ln 2 مش مشكلة، او زي ما حكينا انه f has an absolute maximum at x equal 2. طيب في عندنا absolute minimum، شو رأيكم؟ لا فيش عندنا absolute minimum، اكيد فيش عندي absolute لا. minimum لانه انا هيني هون رايح لوين؟ للسالب ما لا نهايه، يعني قد ما راح احكي انه في عنده قيمه صغيره، في عنده قيمه اصغر منها، في عنده قيمه صغيره، في عنده قيمه اصغر منها and so on. فبالتالي بالفعل ما فيش عندنا ابسوليوت مينيمم ولا اي نقطه فيها ابسوليوت مينيمم. اوكي يا جماعه، حد عنده اي سؤال على هذا السؤال؟ كان في نظريه بالتوجيه كانت بتحكي انه اذا كان عندي قيمه واحده يعني قصوى بتبقى هي مطلقه. أكيد أكيد طبعا، يعني أنت فيش عن... هو هذا اللي حكيناه قبل شوية. ليش مفهوم إذا هيك؟ إنه إحنا فيش عندنا غير قيمة واحدة صح؟ يعني فيش إشي أقارنها فيه، فإذا هي يا إما رح تكون أكبر واحدة يا إما هي رح تكون أقل واحدة، ما هو فيش أصلا إشي غيرها صح؟ بس أنا اللي مش قادر أحدده إنه هل هي الأكبر ولا هل هي الأصغر؟ فعشان هيك إحنا أبسوليوت إحنا متأكدينها أبسوليوت، ما هو فيش إشي أقارن يعني فيش أي قيمة تانية بتنافسها، يعني زي كأنه أنا عم بقولكم بدي موظف لهالمكان وفيش أصلاً واحد غيره، خلص هو أحسن واحد باعتبار يعني زي كأنه، فاهمين كيف؟ بس أنا بدي أعرف إنه هل هو هون ماكسيموم ولا بس مينيموم، عشان هيك لجئنا هون للرسم، أما هي أكيد أبسوليوت. أوكي جماعة أي أسئلة تانية؟ أوكي فاهمين إذا هيك المفروض يعني ولا شو وضعكم؟ واضح. اوكي يا جماعة هلأ هون الخبر السعيد انه end of section 4.1، وحتى ازودكم end للليكتشر تاعتنا لليوم يعني.